سامدوريا أسوأ عفوا أسوأ هجوم سامدوريا 16 وأسوأ دفاع كريمونيزي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا الهدف يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي. النجم العربي الجزائري يسجل هذا الهدف الرأسي الرائع، كرة ملعوبة من اليسار ويأتي من الخلف، مهدي لريز يسجل هذا الهدف الرائع من الكرة العرضية المثالية، أو جيلو عكسها وجاء وجاء وخرجت من رأسه و... محاولة محاولة داخل منطقة الجزاء فيها خطورة لفريق كريمونيزي، يلا الكرة العرضية جيليوني وهدف التعادل 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 التعادل. يا الهدف من جيليوني وحارس المرمى رافاليا، حارس المرمى رافاليا ماذا كان يفعل؟ يا الهدف جيليوني، الهدف جيليوني ولا لمسها آخر شيء اللاعب سجل هدف التعادل. الكل يهنئ جيليوني، الكل يهنئ اللاعب طبعا باولو جيليوني. هاي هاي الكرة، هاي الفعل متقن، الكرة العرضية واللي عادها جيليوني، جيليوني اللي وضعها ساجوت، ولكن على ما يبدو الهدف سيحسب لجيليوني ان الكرة اصلا تجاوزت. لم تتبدل هدف لهدف، وهذا اوجيلو يعكس كرة، الله يا لامرز الله يا لامرز، هدف رائع ومن عرضية اوجيلو مش طبيعي. اوجيلو كراته العرضية مش طبيعية، رأسية لمهدي ليرس في الشوط الأول ورأسية لسام لامرز في الشوط الثاني، هدف رأسي رائع. ولامرز أخيرا يسجل مع سامدوريا، أخيرا يسجل لامرز مع سامدوريا، ما سجلش قلنا عمل أسس لكن ما سجل، والآن سجل وأوجيلو صانع الهدفين. هذه كرة عرضية خطيرة والتعادل التعادل التعادل التعادل. يا فرحة ما تمت يا سامدوريا، اللاعب اللي هو لوتشفوشفيلي، لوتشفوشفيلي اللاعب الجورجي لوكا لوتشفوشفيلي يسجل هدف التعادل لكريمونيزي. يا إصرار من كريمونيزي مرة أخرى على التعادل، أنا قلت ما عملوش محاملات ولما عملوا سجلوا، سجلوا هذا اللاعب المغمور تماما لوتشو، طبعا لوتشفوشفيلي اسمه لوكا لوتشفوشفيلي، لوكا لوتشفوشفيلي يسجل هدف التعادل قبل خمس دقائق، لكن سبيتسي ايضا ليس ببعيد، وهذه محاوله فرصه. يا 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 على القائم، يا يا لسه خطيره لسه خطيره لسه خطيره، وهدف 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 وهدف، هدف لكريمونيزي قلبها لجريتشو روسو، قلبها لجريتشو روسو، ارتدت من العارضه وتابعها تابعها تابعها فريق كريمونيزي. من هو صاحب الهدف؟ من هو صاحب الهدف؟ يا على ملعب سامدوريا، على ملعب سامدوريا كريمونيزي قلب الطاولة، كريمونيزي قلب الطاولة، وهو كاستانيتي، وهو كاستانيتي كاستانيتي كاستانيتي. يا على هدف، يا على هدف، يا على هدف، يا مش معقول، اللاعب أفينا جان لعبها ترتد وكاستانيتي.